ومعنا هاتفيا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات المحامي كامل الحسني. مرحبا بك أستاذ كامل. إذا مقترح لتعديل الجنسية العراقية، انتهت لجنة الأمن والدفاع القراءة، أنهت القراءة الأولى لهذا القانون، وهناك مقترح لتعديله يقضي بمنح الجنسية لمن أمضى عاما في العراق، كيف تقرأ هذا المقترح؟ والله هذا المقترح غير واقعي ويخرج عن كل السياقات المعروفة بالمجتمعات بالدول الناجحة والدول الفاشلة. لا يمكن لأي دولة أن تسمح لنفسها أن تمنح الجنسية لشخص أمضى في البلد سنة، إلا هذه الدول الكرتونية اللي هي عبر البحار الجزر اللي تبيع جوازاتها. اما اذا العراق يريد يصير بهذا المستوى بعد ما ادري، يعني هل هذا يمرر؟ يعني صعب اتخيل بالبلد. احد النواب داخل مجلس النواب ذكر ان قانون الجنسيه قراته اللجنه الامنيه ولم تقراه اللجنه القانونيه. اذا ما مدى دستوريه هذا القانون اذا مرر هذا المقترح للقانون؟ يعني كل لجنه في مجلس النواب عندها صلاحية باقتراح مشاريع قوانين، وبالنهاية ترجع إلى اللجنة القانونية حتى تعيد صياغتها وفقا للدستور ووفقا للقوانين النافذة ونظام مجلس النواب. هذا طبيعي، لكنه لجنة الأمن والدفاع هل هي مسؤولة على هذا الملف، ملف الجنسية؟ هذا موضوع سيادي، ما أدري يعني هل جدية هذا الموضوع، ما متأكد من عنده. هل ترى هدفا لهذا المقترح أو القانون إن طبق، هل تعتقد مثل ما يرى بعضهم أن هذا القانون يعني بهذا الشكل يمكن أن يحدث تغييرا ديموغرافيا في العراق؟ يعني بالواقع يعني الجنسية العراقية هي في ذيل قائمة الدول، نعم، والجواز العراقي في قائمة الدول اللي يسموها المنحطة. فما أدري الغاية من هذا المقترح، هل هو لقبول أجانب في العراق؟ إحنا محامين ونحاول ونبذل جهد مع قادة الإقامة حتى نجيب عمال إلى موكلينا من المستثمرين أو أصحاب الأعمال، نقضي سنين وما نحصل على إقامات. نعم. يعني كيف يشرعون قانون الاجنبي بسنه واحده؟ في قانون في الحاج في ماده تقول للعراقي اللي يتنازل عن جنسيته العراقيه بامكانه يرجع خلال سنه، تضيع سنه، يلا يتقدم على طلب في اعاده العراق. كيف يسمحون لاجنبي بنغالي مثلا يدخل العراق بعد سنه يحصل على جنسيه العراق؟ ما اعرف. أيضا هناك من يقول أن حق العودة مكفول لمن هجر في عام 1980، كيف ترى هذا الرأي؟ نعم، يعني في كل دول العالم احنا الإجراءات اللي قامت بها السلطات العراقية قبيل وأثناء الحرب مع إيران كانت ظالمة بكل المقاييس العالمية الدولية المعروفة والأممية، وصح هذا الحال كان لابد منه، وأقصد فيهم الكرد الفيلية، ولكنه يعني أنا ما تصدقون أنه الكرد الفيلية لحد اليوم هم يلزمون طوابير أمام الجنسية حتى يحصلون على أوراقهم العراقية الثبوتية. وبالعكس الاجانب وغيرهم من دفاعي المبادئ والوصفات والكيتات يحصلوها بالايميل الجنسيه والجواز الخاصي، يعني هذا هو الوضع. بس انه اللي انحرم ويعيد اسلوب اعاده حق ثاني هو الحق الوطني. شكرا جزيلا لك من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل حسني.